أول شغلة بتفكروا فيها الصبح طبعا أمور كتيرة. صابرينا صباح الورد المتألق ثانك يو، بفكر إنه اليوم يوم عيد جديد وبداية جديدة وكل شيء رح يكون منيح إن شاء الله. يا رب وسلامة لمدام لما، وهي كمان بسلم عليكي، وخليها تبرش اليوم لأنه مشتاقين للبرش. قلت لها شفت سمعتيني اليوم، قلت لها ديجا صباح نور جوزيف، أول شيء بفكر فيه الصبح هو الكافيه ضروري طبعا. دارين حسن صباح الخير، أول ما فتح عيوني بفكر شو عندي أعمال وأشغال وتنظيف وطبخ وتدريس واجتماعيات، يعني هيدا بالنهار لنظمها وأعمل خطة للنهار كيف بدي أقضي. نهى سوما صباح الخير، طبعا أول شيء بشكر الله أنه عطانا يوم آخر بقرأ من الكتاب المقدس وبشرب قهوة أكيد نهار نهات صومة من السويد. كتار كتار يعني رانيا حجازي، ماري نور، بعتذر منكم عندي تقريبا فوق 100 كومنتس، ما نقدر نقريهم كلهم بعد شوي، بس خلينا نشوف قبل. مع غيدا سينما، فقرة سينما وضيفة أميل عيد مؤسس حفل جوائز دليل الأفلام اللبناني. صباح الخير غيدا. صباح الخير جوزيف. صباح الخير لكل المشاهدين، انا كمان اشتقت لهم، ميرسي كثير، الله يسلمك. تعرف انتبهوا على حالكم كل الناس هلا للاسف، سعله وامراض ومن كل الانواع. صحيح. شو بتفكري اول شيء الصبح مستوعبه؟ بتعرف انا كمان نفس الشيء، واحد دائما بيشكر ربه على نعم، بكفي لما يفتح عيونه لما بيقدر يمشي انه الحمد لله، بيقول هذا نهار جديد وبيشكر ربه على كل نعمه. بس هذيك مره عم شوف شغله، طلع انه اول شغله بيعملوها الناس اول ما يفيقوا هي انه بيشيكوا تليفونهم. ايه عشان نكونوا واقعيين يعني. مزبوط، هيدي دغري حتى يرجعوا يشوفوا شو عم بيصير فيه على الارض. على كل الاحوال اليوم موضوع سينمائي، من سنه بالضبط كمان كنا عم نحكي عن هالموضوع، لانه اليوم هلا رح نحكي عن السنه الثالثه على التوالي اللي عم بيقوم فيها شخص شاب، هو كمان من فتره حب يقوم بهالفكره ويطبقها ونجحت الحمد لله معه. هالسنه هي الثالثه لحتى يكون في حفل اقامه اللبنيز موفي جايد اووردز اللي حيصير ان شاء الله ب 5 نيسان ابريل باسواق بيروت. اميل صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا اليوم مجددا بعالم الصباح. اهلا فيكي، ميرسي. اميل، فكره اللبنيز موفي جايد اووردز حلوه كثير لانه فعلا عم تجمع نخبه كبيره من النجوم اللبنانيين، وكمان عم بتغطي افلام لبنانيه عم بتكون بتستحق فعلا التقدير، وايضا اشخاص عم يشتغلوا بالحقل السينمائي اللي عم بيكونوا هن لهم الحق كمان انه يتكرموا، لانه الفيلم منه مخرج وكاتب وممثل فقط، انما هو مجموعه كبيره من الناس بيوصلوا فيلم. كيف عم تشتغل عليه ومين فريق العمل اللي عم بيحضر كل هالامور لنوصل لخمسة نيسان ان شاء الله؟ كيف عم بشتغل على الايفنت؟ اول شيء اكيد بدي تابع كل الافلام يلي بتكون عم تنزل لبنانيه وانترناشونال تكون بالساحه يعني، ونشوف شو الافلام يلي رح تترشح. وقبل بفترة يعني من الايفنت بنعلن عن المرشحين اللي رح نعلن عنهم هلا، وبصير في تصويت مع لجنة التحكيم، ومن بعدها بنجمع الاصوات ينعلن عنهم بالحفل. نحن خلينا نذكر اليوم بالاول الترشيحات للافلام اللبنانيه، وبعدين كمان رح نشوف خلال الحلقه كل الترشيحات للافلام الاجنبيه اللي بيتم تكريم موزعي الافلام بلبنان، كونهم هن اللي بيقدروا يستلموها ومن بعدها عم يبعثوها كمان لشركه البرودكشن الاساسيه بالولايات المتحده الامريكيه او باي منطقه بيكونوا موجودين فيها. مين هن ابرز الافلام المرشحه؟ بنبلش بافضل فيلم لبناني او بس لبنانيز موشن بيكتشر اوف ذا يير، في فيلم ذا فالي كمال جنبلاط لغسان سلهاب، كمال جنبلاط لهادي زكاك، ذا سكند ليدي، وسنجل ماري ديفورس. هيدا لنبال عرقجي وإلي خليفة وأيضا السيدة الثانية لإلي حبيب. كمان بدنا نقول إنه عم بتكرم أفضل ممثل وأشخاص كمان بالسينماتوجرافي وغيرها. مزبوط. السنة نحن زدنا تو كاتيجوريز للأفلام اللبنانية يلي هن بس ساوند وبس سيناتوغرافي، يعني مع تطور السينما عم بصير فينا نحن نزيد فئات اكثر ونكرم الافلام اللبنانيه بعده نواحي يعني، وهوفلي سنه عن سنه نقدر نزيد الفئات تيكون عم يتكرم كل حقل بالفيلم، يعني مثل ما انت قلتي مش بس مخرج او ممثل، في اشخاص كثير بيكونوا عم يشتغلوا على الفيلم وبيستاهلوا انه يتكرموا وياخذوا جوائز عن شغلهم. اكيد لازم يتم تسليط الضوء عليهم، وانا هذا الشيء عم حاول اعمله صار لي اكثر من سنتين بعالم الصباح، لانه لازم واحد يحكي اكثر عن الاشخاص اللي بيشتغلوا بالصوت، عم بيشتغلوا بالاديتنج، عم بيشتغلوا بالتصوير، لانه فعلا عم بيكون في حركه ناشطه جدا، يعني نهضه كبيره للسينما، وخاصه انه هي صناعه كبيره بتشغل عدد كبير من الناس، وفي طاقات كثير كبيره بلبنان موجوده وعم بتحاول اكيد توصل صوتها بلبنان وبالعالم كمان. اميل، بالنسبه للافلام الاجنبيه يعني دائما عم بيتزامن كمان هالشيء مع حفل الاوسكار اللي بننطره نحن الاشخاص الشغوفين بالسينما من سنه لسنه، كمان افلام كثيره عم تقدر كمان تحصرها ضمن اطار النشاط اللي عم بيكون
بالالماي اووردز. مزبوط، يعني مثل ما قلتي مثلا بالافلام الاجنبيه السنه في 6 مرشحين عن افضل بيست موشن بيكتشر اللي هو افضل فيلم، مثل فيلم ستيف جوبز، ماد ماكس فيوري رود، ذا ريفننت، بريدج اوف سبايز، كارول اند ذا بيج شورت. يعني هول يمكن بنشوف هن من افضل الافلام واغلبيتهم كانوا مرشحين كمان للاوسكار. صحيح، وفازوا كمان البعض منهم بجوائز اوسكار. بعد شوي انا رح احكي بريف سريع عن جوائز الاوسكار بنهايه الحلقه. مش رح اقول لك مين ربح لانه على كل الاحوال كمان في لجنه تحكيم كبيره، يعني كل سنه عم بيكون عندك لجنه تحكيم وايضا تصويت للجمهور. السنه لاحظت في كمان تنويع حلو بلجنه التحكيم. مزبوط، السنه لجنه التحكيم مثل ما قلت هي كبيره شوي، فيها 18 عضو منهم اميل شاهين وحضرتك كمان. مرسي. وفي سام لحود وجورج خباز، ريا ابي راشد، وسام بريده، حسان مراد، ولوسيان بورجيلي، ديامون ابو عبود، كريستين شويري، جابرييل شمعون، جيسون لمن، لارا سابا، وجورج الهاشم، محمود حجاج، انابيلا هلال، زينة دكاش، وزميلنا الياس دومر نائب سينمائي. اكيد، وهدول كلهم نعتز نحن بصداقتنا معهم، غير انه نحن بنحترم شغلهم. كمان اميل بالنسبه للجنه التحكيم رح يكون تصويتهم، هن عم بيتابعوا الافلام ورح كلهم كل واحد منهم يصوت لحاله، يعني مزبوط. مش عم بيكونوا عم يجتمعوا مع بعضهم، كل واحد بيكون هو عم يعطي رايه الخاص والشخصي. مزبوط. بتنوعه هو والتفكير تبعه. كيف عم تقدر تجمع بعدين الاصوات بالاضافه لاصوات الجمهور كمان؟ هلا السنه مثل ما كنت عم اقول لك الاصوات الجمهور رح تكون بس بكاتيجوري وحده اللي هي بيبلز تشويس اوورد لافضل فيلم لبناني، لان السنه الماضيه كنا جامعينهم مع اصوات لجنه التحكيم، بس لقينا انه افضل تكون بس لجنه التحكيم عم تصوت للافلام السينمائيه، وبتكون الجائزه اللي عم بصوت للجمهور تتقدم لحالها. وبنجمع الاصوات يعني بس يصير قبل الحفل، يعني بنجمع كل الاصوات وبنجمعهم مع بعض تنشوف مين هن الافلام يلي كانوا رح ياخذوا الجوائز. وكمان رح يكون بالنسبه للويب سايت التصويت تبع البيبلز تشويس اوورد على thealamaze.me www.thealamaze.me. هون رح كمان رح يشوفوه المشاهدين رح تقدروا يشاركوا كمان، وهن يكون عندهم الحصه كمان انه يقدروا يعطوا رايهم، لانه عم نشوف قديش في نسبه ناس عم بيتجهوا فعلا لشباك التذاكر فعلاً. ولدعم السينما اللبنانيه. الحلو كمان انه بهالسنتين اللي قطعوا واللي شفنا فيه حفل الالماي كان عم بيكون في حضور كبير من نجوم السينما، يعني عم نشوف فعلا انه كلهم عم بيحاولوا يكونوا موجودين بهالحفل اللي صاروا بيعتبروه كمان حفل حلو بيجمعهم، وكمان بحس انه عم بيعطيهم كمان تكريم لإلهم. قديش هذا الشيء عم تشتغلي عليه على الارض، لانه مش سهل تجمع هالناس الكتار اللي كمان عم بيكون عندهم حب للسينما. فعلا، يعني صار محطه هو تقريبا الايفنت بالسينما اللبناني، يعني بينطروا مناطره بعض المخرجين والممثلين وبيسالوني عنه، فمثل ما قلت بياخذ شغل كثير وتحضير كثير يعني تقدر اجمع كل هالممثلين والعاملين بحقل السينما، يعني كمان اكد انه رح يكونوا موجودين بالحفل، فاكيد بدها ملاحقه وشغل كثير. يعني مين عم يشتغل معك؟ مين فريق العمل؟ فريق العمل شوي سنه كبرناه، لانه قبل كنت تقريبا يعني بعمل كل الشغل. صحيح، اكيد بدي اتشكر كل الاشخاص يلي عم بيساعدوني، ويعني من حضرتك كمان لاطلع معك على البرنامج. ففي توني كنعان يلي عم يعمل كل الفيجوالز والجرافيكس والديزاين، اكيد بتشكره كثير. وفي يعني من اهلي كمان واصدقائي بكونوا عم بيساعدوني، فبتشكرهم كلهم اكيد. كمان الملفت انه مثل ما ذكرنا الناس اللي استلموا المنتجين او الموزعين اللي استلموا الجوائز للافلام الاجنبيه، كيف صار التعاون كمان معهم بين الاستوديوهات اللي اسست او اللي عملت الافلام برا بالخارج؟ يعني اول سنه انا دقوا لي من ورنر براذرز قالوا لي انه حكيهم من برا وقالوا لهم انه حابين يبعثوا التروفي لساندرا بولوك ولالفونسو كوارون، فانا تفاجات وانبسطت انه بتكون اول مره لبنان عم يبعث من الاستوديو لهونيك، عاده من الاستوديو بيبعثوا على لبنان، فا اتس فيري انترستنج انه نشوف انه برا عم يهتموا على هذا الشيء. والسنه الماضيه كمان يعني كريستوفر نولان طلبوا بدهم يبعثوا له التروفي، فحلو يكون في اهتمام يعني من برا عم يطلبوا يعني التروفيز اللي استلموهم. اكيد نحن بدنا نشكر كثير وجودك اميل، واكيد كل التوفيق ان شاء الله للمهرجان الثالث اللي هو لبنانيز موفي جايد اووردز، رح يصير مثل ما ذكرنا ب5 نيسان باسواق بيروت بالسينما سيتي، واكيد عم بيكون في حضور ان شاء الله مع ريد كاربت بخلال هالحدث وتوزيع الجوائز، ورح يكون عندنا كمان اكيد تلخيص من بعد الحفل عنه. بالنسبه لموضوع الجوائز الثانيين اللي صايرين منتظرهم من سنه لسنه، نحن يعني اكيد كله عم يحكي انه قديش اخذ ضجه
ليوناردو دي كابريو انه كثير عم ينحكى عنه مثل كانه ابن عمنا يعني الاصلي بس فعلا نحن كل الناس اللي بيحبوا السينما واللي بيحبوا الافلام السينمائيه الرائعه فعلا واحد بيقدر شغل ليوناردو دي كابريو اللي بلش بعمر صغير واللي من بعد 22 سنه على ترشحه لاول مره لجائزه الاوسكار قدر يفوز بجداره بدوره ذا ريفيننت وجائزه فعلا اخيرا من بعد 5 ترشيحات بالتمثيل وكمان ترشيح واحد بالانتاج قدر يحصل على هالجائزة الذهبية. دانيش جول ما كان دانيش جول كان مرشح صحيح ادي رد ما حصل على شيء لانه كثير شاطر كمان اللي وهديك سنة ربحها وقتها هو وقتها كمان هالسنة وقتها كان هو مرشح عند دانيش جول ومعروف عنه صار ادي رد مين قديش بيقوم بادوار رهيبة يعني فظيعة وفعلا بيستاهل الاوسكار بس لما بيكون كمان في مقابيل وممثل هالقد عم يعطي كل هالسنوات ليوناردو دي كابريو بين اول الترشيح له وبين هالترشيح كمان السنه فعلا كان بيستاهل وكل الناس كانوا مش انه ناطرين او يمكن متوقعين كله كان متأكدين. عارف انه خلص متاكدين انه راح يفوز بالجائزه ليوناردو دي كابريو وفعلا كان خطابه كثير حلو حكي كثير حلو وحكي عن الكلايمت تشينج عن التغيير المناخي اللي هو فعلا ملفت جدا واللي كل واحد منا لازم ينتبه منه من اكبر دوله لاصغر دوله ونحن عم نعيشه يوميا عم نشوف قديش تغير المناخ عم بيصير بسببنا نحن وبايدينا بقى لازم واحد يكون واعي اكثر لهالشيء ولما بيكون في شخص هالقد عنده انفلونس او تاثير كبير على الناس بيوصل اكثر كمان توصل الرساله اكثر الف مبروك لليوناردو دي كابريو انا فعلا كنت فخوره انه ربح الجائزه لانه فعلا بيستاهلها وذا ريفيننت كمان ترشح ل 12 جائزه اوسكار فاز منهم بثلاثه الثانيه كانت لغونزاليس اليخاندرو انياريتو واللي كمان صار هي ثاني سنه له بيفوز فيها بجائزه ثالث سنه على التوالي بيفوز بجائزه الاوسكار اول سينماتوجرافر بيكون عم يربح مزبوط جوائز مزبوط اللي هو اللي عمل السينماتوجرافي هديك السنه واللي عمل السينماتوجرافي هالسنه اللي هو ايمانويل لوبيتسكي انا كثير حبيت شغله السنه الماضيه ببيردمان فظع لانه اشتغل كان عم ينعمل كل الفيلم كان وان شوت صحيح يعني البيردمان كان فظيع هذيك السنه وهالسنه كمان كان بيستاهل اكيد ايمانويل لوبيتسكي جائزه افضل سينماتوجرافر صحيح بجرافيتي كمان مع الفونسو كوارون بقى الملفت ايضا بهالسنه كان قديش مارك رايلنس اللي انا كنت ان شاء الله عم بدعي له انه يربحها لانه كان فعلا كثير حلو الفيلم وادائه بيطير العقل ببريدج اوف سبايس الى جانب توم هانكس اللي بنقدر كمان شغله كثير مارك رايلنس لمع بهالدور الفظيع وكمان كان بيستاهل يحصل على جائزة أفضل ممثل بدور ثانوي والحلو كان أنه كتير عطى تقدير لستيفن سبيلبرغ اللي هو وراء هالفيلم وأول ما نادوا باسمه راح وعبطه لحتى يقدر أنه هو فعلا اشتغل مع هالشخص القدير واللجند اللي صار ستيفن سبيلبرغ بالنسبة كمان لليوناردو دي كابريو نحن لأنه كمان كل هالجيل اللي نحن كبرنا مع فيلم تايتانيك يعني متذكره كان صغير وقت كينج اوف ذا وورلد اللي هي كانت كلمة مرتجلة منه لإله لليوناردو دي كابريو فعلا قدر هيك يعني يعطي كمان جملة بقيت براس كل الناس لما يطلعوا على بوت ويمدوا إيديهم بقى هالمرة حس حاله فعلا كينج اوف ذا وورلد بحصوله على هالجائزة الذهبية بري كمان لارسن اللي فازت بجورة عن فيلم روم كانت كمان من أكثر الأشخاص المرشحين إنه ممكن خلص أكيد رح تفوز بالجائزة وكانت تستحقها فعلا فيلم روم كتير حلو مع إنه للأسف ما قعد كتير على شباك التذاكر بلبنان بس لازم تروحوا تشوفوه بعده بكتير من الصالات أيضا وأليسيا فايكاندر ربحت جائزة أفضل ممثلة بدور ثانوي بدورة من ذا دينيش جيرل وكانت كتير سعيدة بشغلها مع أدي ريدمين بالإضافة لهالشي كمان من الجوائز الأساسية بجوائز الأوسكار كمان أفضل فيلم فاز هالمرة بسبوتلايت فاز بثلاث جوائز ومنها أيضا بس أوريجينال سكرين بلاي وكان بيستاهل أيضا هالشي بعده ما وصل لعنا ما طلع بعد بشباك التذاكر سبوتلايت بلبنان إن شاء الله ينزل أكيد دايما هيدا الهدف أنه نقدر نعرض كل الأفلام خاصة لو نقدر نشوفها حتى قبل الأوسكار بنكون سعداء أكثر وكل الناس بيحسوا حالهم معنيين أكثر بجوائز الأوسكار انما فاز بهالجائزه بالاضافه لذا بيك شورت اللي فاز ببست ادابتد سكرين بلاي ايضا بخلال جوائز الاوسكار والملفت كمان مهضوم كثير كان جائزه افضل انيميتد اللي فاز فيها كمان هالسنه فيلم انسايد اوت وكان كمان عارفين الناس لانه حكي كمان قديش بالنسبه للانيميشن وبالنسبه للافلام الانيميتد قديش ممكن يدخلوا مفهوم الاخلاق ومفهوم كل الامور النفسيه لعقول الاولاد وهذا الشيء كان كثير حلو والمهضوم انه كمان شخصيات توي ستوري هن اللي قدموا الجائزه على المسرح وايضا افضل فورن فيلم راح لذا سان اوف سول لهنغري وكان الحلو كثير ترشح فيلم ديب لمخرج اردني
اللي هو كمان كنا كتير سعيدين فعلا بترشحه على القليل انه وصل لاول لخمسة. واكيد كمان اللي انا اللي بدي اقوله كان انه كاتب او احد كتاب هالفيلم هو باسل غندور وهو اردني ولبناني. ان شاء الله باسل كمان بيكون عنا لقاء معه قريبا جدا للحديث عن هالترشح الى جائزة الاوسكار. انا بشوف المشاهدين بكرة بعالم الصباح. الله رأيك كتير قليل. كتير قليل. جود لك لخمسة ابريل كمان للمهرجان. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين على الصباح. بريك قصير وبعدها نعود للمتابعه ورشه ملح مع شيف سليمان.